السلام عليكم، كيف الحال؟ صباح الخير عندنا، صباح الخير او في وقت تسجيل الفيديو، ما ادري متى راح ارفع هذا الفيديو، لكن الاشياء اللي راح تتغير في القناه، اول حاجه البيتا، فيديوهات البيتا راح شبه اقطعها، احاول اني ارجع بعد شهرين 3 شهور ممكن، لكن اني انزل كل اسبوع، خصوصا الان البيتا وصلنا مرحلة ان قبل راح تنزلها كل اسبوع، فاني انزل كل اسبوع البيت السادس السابع على الاشياء دي مستحيل اقدر اسويها، خصوصا اني الان اشتغل 3 شغلات، شغل دوام كامل 8 ساعات، شغل 3 ساعات او 4 ساعات، وشغل ساعتين تقريبا في اليوم نفسه، ف خلاص الفيديوهات صعب اني اسويها، وتشوفون اكثر وقت حق الفيديوهات اللي راحت اسجل كذا على طول، انه صعب اني اجلس برضه واسوي الاخراج وكل شيء، ف اسف جدا. ان شاء الله في المستقبل ارجع اسوي في القناه، لكن اني فيديوهات البيت اتوقع خلاص في اشخاص كثار الان في لازم يعني ما راح اطلع بعيد هنا وبوقف هذا وبرجع السكن، لازم يصير اوكي. ف في اشخاص كثير في القناه، في قنوات ثانيه في اليوتيوب يسوون فيديوهات البيتا، اتوقع انه برضو عرب فيه، فحلو انه وصلنا يعني ذيك الفتره قبل 4 سنوات او 5 سنوات كنت انا الوحيد اذكر من العربي انه يسوي الاشياء دي، كنا الحين خلاص وصلنا مرحله انه في اشخاص كثار، ف حلو ان السوق او اليوتيوب يعني مش واقف اني انا لازم اسوي ذا الشيء، في عرب ثانيين يسوونه. ممكن في المستقبل او ان الايام الجايه اني ارجع اسوي مثلا خلاص الاي او 17 كامل ميزاته، بدل ان البيتا بيتا بيتا وشراء هذا ما يحتاج اسوي هذا الشيء، ونكمل معاكم تسريبات والاشياء والاخبار دي، نرجع نفس قبل 4 سنوات قبل ما ابدا بسلسله البيتا حق السوفتيرات، كذا يكون اخف علي ما انزل واسوي فيديوهات البيتا واتكلم عنها. شوف هذا الشيء اللي انا مثبته عليه الحين، بيت الخامس والسادس اللي نزل ما سويت له فيديوهات، وصعب اسوي له فيديوهات، يعني لو بسوي في الويكند اسوي حق البيت 2 اللي هو راح اوريدي اسبوع علي اسبوع هذا، وثاني حاجه بينزل السابع برضو، فصعب اني اتلاحق عليهم، فاسف ونشوف في المستقبل ايش اللي راح يكون. السلام عليكم.